السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الفراخ المحشية وهنشويها في الفرن. وصفة سهلة جدا وبسيطة وريحة وطعم منتهى الجمال، جربوها هتعجبكم جدا. اهم حاجة ان احنا نستخدم فرخة حجم صغير. انا عندي هنا فرخة كيلو، نقعتها الاول في مية وملح وليمون وخل لمدة نص ساعة، وبعد كده هنشفها كويس جدا من المية وهنبدأ نتبلها. للتتبيلة عندي تلت كوباية من الزبدة، هسخنها على النار لحد ما تاخد لون متكرمل شوية، وهي سخنة هضيف عليها 3 فصوص من التوم المفرومين الناعم علشان يطلع لي النكهة اللي في التوم. مهم جدا نضيف التوم على الزبدة وهي سخنة. بعد كده هضيف عليها التوابل، ملح وفلفل اسود وسماق، معلقة كبيرة من السماق وبهارات فراخ، مع معلقة كبيرة من الكاتشب ومعلقة صغيرة من صلصة الورشستر، دي حسب الرغبة. ده عندي تتبيلة الفراخ، هخلطها كويس مع بعض وبعد كده هدهن بيها الفراخ كويس جدا. هضيف حوالي معلقة كبيرة جوه، اتبل بيها الفراخ من جوه، وبعد كده هضيف باقي التتبيلة من بره، وهسيب بس معلقة كبيرة تانية بره. يعني هضيف التتبيلة كلها وهسيب منها معلقة، او هضيف التتبيلة وهسيب منها معلقة مش كلها. بعد كده هنبدأ نجهز الرز. عندي كوباية ونص من الرز البسمتي، غسلتهم كويس ونقعتهم لمدة نص ساعة. هنيجي في حلة على البوتاجاز، هضيف معلقة من السكر وهسيبه لحد ما يتكرمل. هضيف عليهم بصلة مبشورة، هشوح البصل لمدة ثواني لحد ما يدبل شوية مع صوص الكراميل، معلقة من صلصة الطماطم هشوحهم مع بعض، وهضيف عليهم قطعة صغيرة من الزبدة. اول ما ابدأ اشم ريحة كرملة صلصة الطماطم والبصل هبدأ اضيف التوابل. انا هحتاج توابل بودرة وتوابل صحيحة. التوابل البودرة ملح وفلفل اسود وبهارات مشكلة وكركم، والتوابل الصحيحة الورق اللوري وحبة لومي وقرنفل وهيل. ان شاء الله المقادير كلها في صندوق الوصف. هشوحهم مع بعض لمدة ثواني، وبعد كده هصفي الرز وهضيفه على الخليط ده. هقلبه الاول لمدة دقيقة مع الخليط لحد ما يتنكه بيه كويس، وبعد كده هضيف عليه المية المغلية او الشوربة المغلية. لو متوفر الشوربة بتدي طعم احلى بكتير من المية، لو مش متوفر هنضيف 2.5 كوباية من المية المغلية. كوباية ونص من الرز البسمتي، هتحتاج 2.5 كوباية من المية. هقلبهم كويس مع بعض وهسيبهم على نار عالية لحد ما الرز يبدأ يتشرب المية. مش هنغطيها خالص. كده تمام، ههدي النار على نار وسط وهغطيها واسيبها بس 5 دقايق، وبعد كده هاخد كمية الرز اللي انا هحتاجها لحشوة الفراخ. انا هاخد حوالي 4 أو 5 معالق بس، وباقي الكمية هسيبها اهدي عليها النار وهسيبها لحد ما تستوي. الرز اللي هنستخدمه في حشوة الفراخ مهم جدا يبقى نص سوا او 3/4 سوا. بعد كده باقي الكمية هغطيها وهد عليها النار لحد ما تستوي، هتقعد تقريبا من ربع ساعة ل 20 دقيقة. بعد كده في الصينية اللي هستخدمها للفرن هدهنها دهنة خفيفة من الزيت، وهضيف جرنية تحت الفرخة، بصلتين صغيرين او بصلة كبيرة مقطعاها شرايح، مع هيل وورق لوري وعود قرفة. هضيف عليهم معلقة من التتبيلة بتاعة الفراخ اللي احنا كنا سايبينها، هضيفها على الخليط ده عشان تنكهلي البصل واللومي والخليط اللي هيبقى تحت الفراخ. بعد كده هضيف الفرخة، الجناح هحطه تحت عشان يبقى شكله كويس في التقديم، وهبدأ احشيها بالرز بعد ما يكون برد شوية. هحشيها كويس. انا عندي الرز خلاص اتنقع واستوى نص سوا او 3/4 سوا كمان، فهو خلاص ما عادش هيزيد عن كده، فما نقلقش خالص ان احنا نملي الفرخة بالرز. انا هقفلها بورق اللوري، وبعد كده هستخدم خلة الخشب وهقفلها كويس علشان الرز ما يطلعش بره.
وعشان كمان تستوي على الشكل ده، ولما بعد ما تستوي يبقى الشكل مقفول ويبقى شكلها حلو في التقديم. وهلم الرجلين كمان، هقفلهم على بعض وهقفلهم بورق الفويل. او افخاد الفراخ يعني، هقفلها بالفويل عشان يبقى شكلها حلو وقت التقديم. هضيف عليها باقي التتبيلة، واتأكد كويس كده ان هي متغطية كويس بالتتبيلة من فوق ومن تحت. احنا تبلنا الجرنيه اللي تحتها علشان يتبلها كويس من تحت كمان. بعد كده هغطيها بورق الزبدة وعليها ورق فويل، هقفلها كويس. هعمل بس 3 فتحات بسيطة خالص في الفويل، هدخلها الفرن. الفرن يكون سخن على درجة حرارة 200. بعد نص ساعة هشيل ورق الزبدة وورق الفويل ده عندي هنا. بعد نص ساعة بدأت تنزل صوص، احنا ما ضفناش مية خالص ومش هنحتاج مية خالص في الوصفة دي، وهدخلها تاني الفرن. هتقعد كمان 3 أرباع ساعة. انا عندي الفرخة كيلو بتقعد من ساعة وربع لساعة ونص بالكتير، وبتكون تمام استوت، بيبقى لونها حلو جدا. لكن لو حابة تزودي الحمار شوية، انا حطيتها كمان تحت الشواية لمدة دقيقة واقل من دقيقة كمان، كانت خدت اللون ده. وده عندي الرز خلاص كان استوى مفلفل وحلو جدا وريحته تجنن، وبالشوربة كمان بيبقى احلى بكتير. هنبدأ نقدمه مع الرز. التحفة تجنن بجد، نفسي ان انتوا تجربوا الوصفة ديت وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. طعمه وريحة تجنن، وهتشرفك جدا قدام عيلتك او لو عندك اي مناسبة او عزومة او في رمضان، خاصة على افطار رمضان هتبقى تحفة جدا. شايفين عندي اللحم او الصدر طري والجلد هش شوية، واللحمة طرية وتحفة جدا رغم ان احنا ما ضفناش مية خالص، لكن اللحمة ما نشفتش معانا وفضلت محتفظة بالطراوة والعصارة بتاعتها بسبب الزبدة والتتبيلة اللي احنا عاملينها. وعندي الرز كمان كمل سوا وريحته تجنن. جربوا الوصفة ديت هتعجبكم جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتشغيل زر الاشعارات عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انزله. مع الف سلامة.